شفنا سارة مقتولة، مش شفناها صاحية، مش شفناها إلا ميتة. أنا راجل على جد حالي شغال بمجلس مدينة فابوس، عامل في الشارع بكنس. ضرب عليا تليفون، سارة بنتك اتوفت. من مين التليفون؟ من عمتها منى. الكلام ده في حدود 9:30. رقم منى مش مسجل معايا. حتى أنا لما رحت هناك جات أنا اللي ضربت عليك يا عم أحمد. قلت له متشكرين يا ست. كنت انا شغال عند مدرسه الثانويه، مسافه ما روحت من هنا لهناك في توك توك يستغرق حوالي 10 دقائق ربع ساعه، يعني عشان زحمه الطريقه وكده. قابلني رحت لقيت الناس ملمومه والحريم ومنظر لا يطاق. ايه بقى اللي حصل لك اول ما شفت ايه؟ قابلني واحد منهم من الجيران، قالوا خلاص يا عم احمد البقاء لله واحنا عملنا التصريح. طب التصريح دي العمل بناء عن ايه؟ يعني ما فيش من 9:30، انا استغرقت 10 دقائق، كان 9:15 9:30 كنت انا حداهم. التصريح العمل امتى وترتبت الامور دي امتى؟ ثم واحد قال لي ده هي كانت فوق واحنا نزلناها تحت. طب ايه اللي وصل حماتها او اللي جابوها من فوق نزلوها تحت؟ السؤال هنا بقى قبله. حماتها معاها مفتاح باب شقه، وبنتي كانت بتنام في اوضه الاطفال. حماتها
فتحت باب الشقة بالمفتاح بتاعها ودخلت على بنتي بالليل، هي ومنى واسماعيل، حتى كانوا واخدين ابنها مبيتينه تحت اللي هو الكبير السيد، عنده حوالي عن 7 سنين. الشاهد الوحيد. السبع سنين البنتين دكم من 5 سنين، اللي هي الوسطانية الصغيرة بتاع 3 سنين، 3 سنين ونص. يعني حتى لو ضحكوا عليها باكو بسكوت مش هتعرف تقول حاجة. المهم رحنا، المهم قال البقاء لله، واحنا طلعنا تصريح الدفنة والحكاية والرواية، قلت خلاص عوض عليك يا رب. قلت طب أنا بعد إذنكم أنا طالب أشوف بنتي. دخلت لقيت بنتي متمددة على السرير بوسطة في جرتها، ورحت طالع. في طلعتي كانت الحريم بتاعتنا داخلة الأوضة بتاعتها يشوفوها، يبقى واحدة من الحريم بتاعتنا بتقلب في بنتي، يبقى لقيت في كتمات هنا أثار خبطة عند المكتب بتاعها هنا في رقبتها. قالت تعالى يا عم أحمد شوف بنتك تاني فيها إيه؟ قالت اتفرج على رقبتها ويتعوض عليك يا رب. حتى طلعت من الأوضة قلت لانشراح متشكرين يا ست أم محمد قدام الدنيا كلها، متشكرين على اللي حصل منكي. كان في أثناء فرح ابني كانت هي جايبة عيالها هنا، يبقى في فردة حلق وقعت، يبقى سارة بنتي زعلت جدا. قلت لها ما تزعليش يابا، بس ما اروق من الفرح انا هجيب لك حلق بنتك ما تزعليش. قالت ربنا كله عوض يابا، الحمد لله اللي اجت فيه في بنتي. قلت لها خلاص يابا ربك كله عوض، بس المسير واستعدل هجيب لك حلق بتاع بنتك. المهم روحت قالوا لها الحلق فين، حصلت مشجرة ضربت على جوزها قال يا سارة انا هجيب لك حلق ما تزعليش. جت ابويا قال انا هجيب لك الحلق، سارة تبطل مشجرة تاني بين سارة وبين حماتها وبين منى. المشجرة فضلت حتى الترمية في الطلعة وفي النزلة، روحت صلحتهم على بعض، الولاية جت بيني وبينها ربنا. اجى في يوم ضربوا على محمد، دانهم يدوروا على رقم محمد اخويا عمها، عشان يعني ايه هم مش قادرين ياخدوا حق ولا بطل معايا. قالوا نوصل لعمها، مين اللي بتدور؟ عمتها بتاعت السمعنا. لا عمتها بتاعت السمعنا. المهم ده ان انت جالي مرسال قالوا الحق رقم اخوك راح المنيا، مين اللي بيدور عليه؟ قالوا ده فلان الفلانية. قلت طيب، رحت لفلان الفلانية انت بتدور على رقم اخويا ليه؟ قالت لا مش انا يا عم احمد، ده منى اللي بتدور على رقم اخوك عشان اختها بتاعت السمعنا. طب بتدوروا عليه ليه؟ قال عايزين نشكي له منك. قلت طب ما تجي لي مباشر، ما تجي لي انا مباشر واللي انتوا عايزينه اعمله، لكن في الطلعه وفي النازله ادانكم تهزوا في بنتي، ياخدها عندي يا تخليها تعتكف لا روحها فوق، يا تاكلوا تشربوا مع بعض. ما وافقوش، قالوا بيننا وبينها ربنا. حتى من ضمن الكلام انا بقولها طب انا عايز اجي اشوف بنتي، الكلام ده في التليفون، الله الوكيل في التليفون. قالت لو جيت لبنتك هنا حضرتك انت وهي من الشقه، لان البيت ده بيتي اني وانا عاوز ابيعه، ولا جوزها ولا حد له حاجه في البيت، انا عاوز ابيع البيت ده من الجد، لان البيت مكتوب باسم اني. قلت خلاص يا ستي دي بيتك، بنتي مسؤوله من راجل، بنتي انا مسؤوله من راجل، يوم ما مش لاقي لها سكن انا اخدها عندي معززه مكرمه هي وعيالها. ورحت قافل التليفون. انت لما شفت ان بنتك حصل لها كده انت عملت ايه لما لقيت في كدمات في جسمها؟
انت عملت ايه؟ موقفك كان ايه؟ موقفي طبعا التجأت الى الشرطه. تمام. الدكتور الاول قول يا عم الدكتور، انا الدكتور غير ده شايل جبناه. لا مش تشكر اسمع، رحنا جبنا دكتور كشف عليها قال في كتمات هنا، بس طبعا خوفا من المشاكل ما قدرش يفسر. ومشي الدكتور، اجوا بتوع الصحه برضو قالوا كتمات وسكتة قلبية ومشوا. طبعا الشكوك دخل في صدري برضو ما ارتحتش، قلت انا اطلب الطبيب الشرعي. وبناء عن كده رحت لمحمد بيه نبيل جايزيه كل خير، وقام معايا الراجل واجب على اكمل وجه. رجال المباحث انا اشكرهم لانهم قاموا معايا وعملوا معايا الواجب.